سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه. ألا إن نصر الله قريب، أجل نصر الله قريب. وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران، وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما. يؤكد هذا قوله سبحانه: أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة، وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده.